لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. عنوان حلقتنا النهاردة: متى يتبين الحق للأزهر وطلابه؟ وفي حلقة النهاردة هنفكركم بأهم النقاط اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت، ونحاول أننا نربط بينها عشان تكون مدخل للحلقات الجاية. وهنبتدي بفيديو الشيخ الجامي، وهنشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية. وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم. وشفنا الشيخ الجامي بيقول الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية. وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم. وكان الرد بشكل عملي من شيخ الأزهر، وإزاي أن الأزهر مش بيدافع عن العقيدة الأشعرية وبس، لأ ده كمان بينشرها، والكلام ده قاله شيخ الأزهر حرفيا. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. لا، ليس هذا الملتقى أو هذا المؤتمر دعاية للإمام الأشعري، لأن كما تعلم حضرتك هذا المؤتمر ينظمه الأزهر عبر الرابطة العالمية. يعني لسنا من السذاجة بحيث أن نحن ننفق أو نكلف ميزانية الأزهر والميزانية العامة مثل هذه المبالغ وهذا الإعداد وهذا الجهد الكبير من أجل أن نقول أن فيه إمام اسمه الإمام الأشعري. إضافة إلى أنها لا نتعبد بأشخاص، وأيضا يعني ليس الهدف هو أن نقول كان الأشعري وكان 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 أبدا، إنما الهدف هو البحث عن المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود، ومذهب قاد المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وزي ما شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن المؤتمرات مش دعاية للإمام الأشعري، وإن المؤتمرات دي اللي بينظمها الأزهر عبر الرابطة العالمية، وإننا مش بالسذاجة إن إحنا ننفق أو نكلف ميزانية الأزهر كل الأموال دي، ده غير الجهد عشان نتكلم عن الإمام الأشعري، وأكد إنه أو إنهم يعني مش بيعبدوا أشخاص علشان نقعد نقول ده كان وكان، والهدف هو الدفاع عن العقيدة التي قادت ولا زالت تقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وطبعا دفاع الأزهر عن العقيدة الأشعرية هتكون النتيجة الحتمية هو نشر العقيدة الأشعرية اللي من أهم أساسها هو نفي صفات الله وتحريف القرآن، إما بشكل مباشر أو بالتأويل، والنتيجة طبعا هو نشر الكفر زي ما بيقول الشيخ الجامي. وخلينا نشوف مع بعض الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي. أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي إما بجهل أو بشبهة. وزي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي إما بجهل أو بشبهة. وإذا كان الأزهر بينشر الكفر فده معناه أن العقيدة الأزهر عقيدة كفرية، وشيخ الأزهر ومشايخ الأزهر هيبقوا كفار لأنهم بينشروا الكفر، ده حسب طبعا كلام الشيخ الجامي. عشان كده رجع الشيخ الجامي عن تعميم كلامه وقال ما لم يعذر النافي إما بجهل أو بشبهة. وطبعا كرد على كلام الشيخ الجامي احنا نقلنا كلام شيخ الأزهر، وخلينا مع بعض نشوف الفيديو اللي جاي. المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود، ومذهب قاد المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وزي ما شفنا شيخ الأزهر بيقول ان المذهب الأشعري الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي وموجود وهو مذهب قاد المسلمين لفترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وطبعا وجود تاريخي يعني الأزهر منذ تأسيسه إلى الآن كان أشعري العقيدة، والكلام ده قاله شيخ الأزهر حرفيا. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي.
لأن من طبيعتنا إحنا كأزهريين، أصل الأزهر تبنى المذهب الأشعري منذ يعني ظهوره تقريبا إلى الآن. شيخ الأزهر بيقول أصل الأزهر تبنى المذهب الأشعري منذ يعني ظهوره تقريبا إلى الآن، يعني منذ 1100 سنة. والسؤال للشيخ الجامي أو لتلاميذه أو لأي مسلم غير على دينه، إزاي الأزهر اللي موجود من 1100 سنة زي ما بيقول شيخ الأزهر لم يتبين الحق للشيوخ أو طلابه وما زال على جهل أو شبهة زي ما بيقول في الفيديو اللي جاي؟ خلينا نشوف مع بعض. أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى، ولكنه على جهل وفي شبهة معدود. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذرا. أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي، إما بجهل أو بشبهة. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية، وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم. شفنا هنا الشيخ الجامي بيقول كذلك أيام طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن يتبين له الهدى، ولكنه على جهله في شبهة معذور. وخصوصا ان الشيخ الجامي نفسه بيؤكد ان ابن تيمية حاورهم وناظرهم ونازلهم زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي. نشوف مع بعض. ولكننا نتريث ونتأنى، وخصوصا مع الأحاد لا نتسرع الى تفسيره، وقد شهد لهم من خالطهم ونازلهم وناظرهم شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى أهل السنة، وهو شيخ الإسلام. في علمائنا وأئمتنا ألما تجد إنسان له خبرة في الفرق والرجال وطوائف بني آدم مثل هذا، لأنه ظهر في وقت كانت الطوائف في قوتها كلها، وجابههم كلهم وناظرهم ونازلهم، لذلك شهد للأشاعرة على الرغم من كثرة التعريف عندهم أنهم نسبيا أقرب إلى منهج السلف. وشفنا هنا الشيخ الجامي بيقول إن ابن تيمية نظرهم، والنتيجة المتوقعة لمجهود ابن تيمية إن يقيم عليهم الحجة، ولكن اتفاجئنا إن ابن تيمية زي ما بيقول الشيخ الجامي شهد للأشاعرة بأنهم أقرب نسبيا إلى منهج السلف على الرغم من كثرة تحريفهم، يعني تحريفهم كتير للإسلام، ومع كده اعتبرهم ابن تيمية مسلمين. إزاي يعني مسلمين وبيحرفوا؟ يعني الشيخ الجامي قال كلام، وهنشوف عكس كلام الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذرا. وهنا ده عكس كلام الشيخ الجامي اللي قاله قبل كده، أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذر. وهنا في سؤال للشيخ الجامي، امتى هيتبين الحق للأزهر وشيخ الأزهر ومشايخه وطلابه؟ بعد مثلا 10,000 سنة؟ وسؤال أخير، هل يعذر بجهل أو تأويل من يقول أن القرآن كلام الرسول زي ما هنسمع ونشوف شيخ الأزهر وهو بيقول الكلام ده بكل وضوح في الفيديو اللي جاي؟ توسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن، بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حخاطبه ده قديم، لكن الحروف اللي نزلت اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة. وزي ما شفنا شيخ الأزهر بيقول توسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هيخاطبه ده قديم، لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق. أو نلاحظ كلام شيخ الأزهر، لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة. معبرة يعني اللي عبر عنها النبي، يعني القرآن مش كلام الله، القرآن كلام النبي. هل ده يعذر بجهل؟ سؤال ياريت نلاقي ليه جواب. وبرضو في أسئلة كتيرة هنعرضها على كل من يهم الأمر في الحلقات الجاية، وهننقل كلام غلاة الحنابلة الوهابية، ونستنى من الأزهر الأشعري
الأجوبة، وبرضه هننقل كلام الأزهر الأشعري ونستنى الأجوبة من غلاة الحنابلة. فتابعونا وكونوا معنا في برنامجكم النقل أم العقل، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.